بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم هو الاحد الخامس من احاد الصوم المقدس الكبير، وزي ما كلنا عارفين ان احاد الصوم بتدور حوالين هدف محدد في كل الاحاد تقريبا، والهدف ده هو الاحاد اللي في بدايه الصوم تشاور عليه، والاحاد اللي في وسط الصوم تبلوره قوي، والاحاد اللي اخر الصوم تكونفورمت او يعني تاكد عليه. اللي مننا ملاحظ ترتيب قراءات الاحاد يلاحظ ان احنا قرينا الاسبوع اللي فات عن قصه السامريه، الاسبوع اللي قبله قرينا عن قصه الابن الضال، النهارده بنقرا عن قصه المخلع، واللي الكنيسه يعني عرفت الأحد ده سمناه أحد المخلع، واحد مضطجع على بركة بيت حزدة. الحاجة المشتركة في الثلاثة دول لغاية دلوقتي إن الثلاثة اتغيروا، حصل اختلاف. الابن الضال كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، تاب رجع إلى نفسه. والسامرية كانت زانية لها 5 أزواج، واللي بتعيش معاه في الوقت الحالي ليس بزوجها، وعرفت الإله الحي من خلال مقابلتها بالسيد المسيح له المجد، عرفت الإله الحقيقي وأصبحت مبشرة بدل ما كانت إنسانة زانية ومرفوضة. النهاردة قصة شفاء جديدة أو قصة توبة جديدة، بطلها الراجل اللي سميناه المخلع ده، عيان ومضطجع على بركة بيت حزدة. وكأن الكنيسة بتقول لك يعني يجوز ما تكونش قادر ان انت تقوم على حيلك وترجع لنفسك وتراجع نفسك وتتوب، يجوز ما تكونش تقدر تعمل كده، يجوز يكون عدى عليك احد الابن الضال وما خدتش بالك وقلت ما هي القراءة دي بتتقري كل سنة والاباء بيوعظوا كل اسبوع ومش هيحصل حاجه وهيعدت وخلاص، ويجوز الاسبوع اللي فات موضوع السامريه ما فرقش معاك كتير، ولا انت بتدور على الماء الحي ولا انت في ذهنك الموضوع ده، وروحنا وكلنا وشربنا وتفسحنا واشتغلنا وخلاص ومفيش توبه، الحياه ما تتغيرش، نفس 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 طريقه العيشه. عشان كده الكنيسه بتقدم لنا مثل جديد وطريقه جديده للتوبه. يمكن حد معرفش يتوب كابن ضال ومعرفش يتوب معرفتش يتوب كسامرية، يمكن نعرف نتوب زي الرجل ده بلا قوة، مخلع يعني مطروح كده. كانت بركة بيت حزدة ده هي موجودة عند باب من أبواب أورشليم اسمه باب الضأن، ده اللي اتقرأ علينا النهاردة. باب الضأن المدن زمان كان فيها حواليها سور، والسور له أبواب وكل باب له اسم بحسب استخدام الباب ده. الباب ده كان بيدخلوا منه الذبائح للهيكل، فكان عشان كده مسمينه باب الضأن. وجنب الباب على طول كان في البحيرة ده هي أو البركة دي اسمها بركة بيت حزدة، وبيت حزدة معناها بيت الرحمة. والبركة دي يقول لنا الكتاب أن ليها 5 أروقة، يعني هي في النص كده وحواليها زي خماسي كده، شوارع كأن خماسي حوالين البركة، شوارع مسقوفة من فوق زي ما يكونوا بيعملوا لها يعني زي حفظ للبركة، فعاملين حواليها شوارع والشوارع دي مسقوفة من فوق، فجوم بقى يجوا المرضى يقعدوا في الشوارع ده لأن عليها سقف من فوق، فهي في ظلة مش هيقعدوا في الشمس، أي حد عيان يجي. وكان عندهم اعتقاد زي ما كلنا عارفين القصة إن في ملاك بيجي يحرك المية، واللي بينزل في المية الأول هو اللي بيخف، وده الاعتقاد ده ما أكدوش يوحنا البشير اللي كتب لنا القصة ده هي، لكن في نفس الوقت لم ينفيه، يعني كان عندهم الاعتقاد ده على الأقل. المخلع قصة واحد عنده 8 بقاله 38 سنة عيان، 38 سنة مطروح قاعد بلا حراك. وكأن الكنيسة بتقول لك النهاردة يجوز تكون ما عندكش قوة حتى للتوبة،
ومكسل تروح تشوف أب اعترافك وما بتحبش تقعد مع نفسك بالليل ومش فاضي لمسألة إنك تقف تصلي في الأجبية وإن يكون لك قانون روحي وإنك تقرأ في الكتاب المقدس، يجوز تكون ده كله مع بعضه ومش قادر تعمل أي حاجة، مطروح متأسف يعني، متكوم كده ما بتعرفش تعمل حاجة. لو أنت كده وأنا كده والمسألة طولت قوي، ربنا بيقول لك كده في أمل، ما تخافش أنا أجي لك لغاية عندك. ربنا له المجد بكل التضاعف كل محبته، يقول له قال للراجل ده هو أنا جاي لك لغاية مكانك لغاية عندك. فاكر إنها طويلة؟ لا مش طويلة عليا، 38 سنة دي ولا حاجة عند قوة الله وعند عمل يد الله القوية. مهما طالت مدة خطيتي ومهما عظم كان حجمها كبير، او انا شايف ان حجمها كبير، او ان انا شايف ان مفيش امل، احتاج ان اعرف من خلال المخلع النهارده ان الله قادر على شفاء الامراض الطويله جدا بالذات الروحيه، واللي بتطول قوي لدرجه انها ممكن توصل 38 سنه كامله. 38 سنه الراجل ده في مرضه. وفي كتير مننا يجوز يئسوا من نفسهم، واحد مستعبد لسجارة، واحد مستعبد الكحول بيشربه باستمرار، واحدة مستعبدة لأنها تغير من الآخرين وتدين الآخرين من ساعة ما كانت في ثانوي لغاية النهاردة، واحد مغلوب من عدم طهارة عينيه، من عدم طهارة جسده من ساعة ما كان صغير قوي، ويقول في نفسه كده أنا مفيش فايدة فيا. دول بقيوا 38 سنة، ده أنا يمكن عديت ال 38 سنة، ده أنا مفيش فيا أمل. المخلع بيقول لك، والقصة دي بتقدمها لنا الكنيسة، اللقاء اللي عمل السيد المسيح والمعجزة ده هي عشان تقول لك it's never too late، إطلاقا أبدا مش متأخر ولا حاجة، لأ ممكن دلوقتي وممكن النهاردة لو أنت عاوز، لو أنت حبيت، ثق في أن ربنا قادر، الله يستطيع أن يقيمك ويقمني ويقول لنا كده قم واحمل سريرك وامشي. كفايه كده تكويم، كفايه كده ان انت زي ما انت السنه اللي فاتت، زي اللي قبلها، زي اللي قبلها، زي ما كنت وانت صغير، زي ما كنت قبل ما تيجي كندا، زي ما انت بعد كندا، مفيش حاجه اتغيرت. ربنا بيقول لك كده هو في امل وفي فرصه، والامل الفرصه دي ربنا عنده استعداد انه يجي لك لغايه عندك كده زي دلوقتي، بيقول لك تعال انا عايز اخففك، تعال انا عايزك تبقى انسان مختلف. يعد عليه السيد المسيح كده ويقول له ايه؟ يقول له سؤال غريب جدا، اتريد ان تبرأ؟ ربنا بيقول له كده هو عايز تخف؟ على الرغم من ربنا عايزنا ان احنا كلنا نخف، عايزنا ان احنا كلنا نتوب وكلنا مكان في السماء، عايزنا ان احنا نعيش كاولاده، لكن يا ترى احنا عايزين ولا لا؟ ده سؤال مهم قوي، لان كتير مننا بنتخيل ان احنا عايزين لكن احنا في الواقع مش عايزين، احنا في الواقع عاجبنا اللي احنا فيه. يجوز كتير مننا قاعد يتحسر على نفسه، انا وحش، انا ما ينفعش، انا ما فيش فايده فيا، طب وبعدين؟ بس كده ما عملش حاجه تانية، انا مفيش فيا امل، مفيش فيا رجا، لكن ما بعديش المرحله ده، هي ما عنديش اراده ان انا اتغير، ما عنديش اراده ان انا اتوب، افضل اتحسر على نفسي وعلى الناس اللي حواليا، وما عنديش اراده حقيقيه ان انا ابقى انسان مختلف وان انا احيا مع الله واسمح لربنا له المجد ان هو يغير حياتي. كتير قابل ناس يعني شفتهم مره قبل كده، او يجوز مره جمعه طرف من 3-4 سنين، اقول له ازيك يا فلان، تعالى تعالى عشان نقعد شويه، تعالى عشان خاطر نتوب، فيقول لي كده طيب لما ربنا يريد، وياخد بعضه يمشي. وفي الواقع ربنا يريد، الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. مين اللي مش عايز؟ هو اللي مش عايز، الشخص اللي مش عايز، انا اللي مش عايز. عشان كده ربنا بيسألك النهارده، اتريد ان تتوب؟ انت عايز تغير ولا لا؟ انت محتاج ان انت تاخد القرار ده، هو محتاج ان انا اخد القرار ان ابقى ابن ربنا، ان انا اقرب له، وان انا انقي نفسي، وان حياتي السنه اللي فاتت تجور غير السنه دي، والسنه اللي جايه تبقى غير السنه دي. ما ينفعش افضل مطروح قدام البركه كده وبتحصى على نفسي وعيط وخلاص، ما ينفعش،
موسى النبي جه في سفر التثنيه وهو بيدي النصايح الاخيره بتاعته لشعب اسرائيل، قال لهم كده، قال لهم ها قد جعلت امامك الحياه والموت، البركه واللعنه، فاختار، اختار الحياه فتحيا. مش هينفع ربنا زي ما قال كده القديس اغسطينوس، الله الذي خلقك بدونك لن يخلصك بدونك، لازم اختار، لازم انت وانا نختار، لازم نختار ان احنا نتغير، لازم نختار ان احنا نبقى مختلفين. عشان كده ربنا له المجد سأل وقال له كده اتريد ان تبرأ. المخلع بيقول لك فيه امل، لكن في نفس الوقت بيقول لي لازم اختار كده هو، ولازم اختياري يترجم لافعال، لفعل. بيقول انا عايز اتوب، انا عايز اقعد كل يوم احاسب نفسي، انا عايز اشوف لي اب اعتراف، انا عايز اشوف اب اعتراف بشكل منتظم، انا عايز ارتبط بربنا من خلال علاقه منتظمه كل يوم، عايز اخد المساله بجد. لازم يكون في الاراده ده، هي مش كل حاجه في حياتي صح وجد، وبدري بصحى عشان اروح الشغل، وبدري واجري عشان خاطر اجيب لبس العيد لاولادي، وبدري بروح عشان خاطر اجامل الناس اللي عايزين مجاملات، وازور الناس اصحابي، واكل واتعزم واعزم وغيره. ولما يجي الامر على علاقتي بربنا وعلى ابديتي، الحاجه الوحيده اللي هتفضل بعد كده اكون مهمل ومقصر ومش دريان ومخليها بظروفها. ربنا بيقول لك النهارده اتريد ان تبرأ؟ تحتاج واحتاج معاك ان احنا ناخد القرار ده، ونحتاج ان احنا نقرر ان احنا نتغير. عايز تتوب؟ الحاجة الثالثة اللي نشوفها في المخلع ان هو لما ربنا قال له كده راح بدأ يقول حاجة، يعني يلوم الناس اللي حواليه. قال ربنا اصل بيجي ملاك والملاك بيحرك البركة والناس بتنزل وانا ما حدش بزقني، وانا لو كان، كأنه بيقول يعني انا لو كان حد بس سأل فيا كان زماني دلوقتي خفيت، انا لو كان حد منتبه لي ما كانش ده بقي حالي، ما كنتش اتغير، ما كنتش عييت ولا فضلت 38 سنه في المكان ده هو. والواقع ان كتير مننا بيعملوا كده هو، بدل ما ان احنا نقرر ان احنا نتغير، بدل ما احنا نقرر ان احنا نتوب، نعمل ايه؟ نلوم الناس. اصلنا واحدة تقول أصلنا زوجي متعب جدا وقاسي ومزعج وما بقدرش استحمله وما بقدرش ان انا اتعامل معاه ولا احبه. واحد تاني يقول أصلنا الشغل، صاحب الشغل جديد قوي عليا عشان كده ما اقدرش ان انا اكون امين في شغلي. وحد واحدة بتكره واحدة تانية تقول أصلها لسانها طويل، أصلها دايما تجرح فيا. عندنا دايما عشان ما نتوبش نعمل ايه؟ نروح نلوم الاخرين. واحد عايش في خطايا غير عدم طهاره وويب سايتس وحشه وغيره، اصل انا ظروفي الماديه وحشه، اصل انا ما عنديش فلوس وعندي مشاكل وعندي مشاكل مع الاخرين وغيره. الاقي سبب والاقي عذر يخليني او الشيطان يضحك عليا بيه يخليني ان انا اتعطل عن التوبه. عايز اتغير، احتاج ان انا الوم نفسي، احتاج ان انا اقول ان انا وحش. زي ما قال حد من القديسين كده، قال التوبه هي ملامه النفس للنفس. اقول انا وحش، فلان ده وحش، مش الاخر وحش، ده انا اللي وحش لان انا فعلا وحش. واخدين بالكم؟ ملامة النفس للنفس. الشخص الوحيد اللي انا اقدر اغيره هو مين؟ وانا. الشخص الوحيد اللي انت تقدر تغيره هو انت. عايز اقول لك لا صاحبك ولا زميلك في الشغل ولا مراتك ولا حتى اولادك، عشان تكون فاهم. الشخص الوحيد اللي انت تقدر تغيره فعلا، تقدر تخليه مختلف، هو انت تغير نفسك. عشان كده لما بيقول المخلع بيقول للسيد المسيح ليس لي انسان، كان بينطق بلسان حال البشريه كلها اللي بترمي على الاخرين وهم مش دارينين ان هم كده بيعطلوا توبتهم وبيعطلوا ان هم يحيوا حياه جديده مع المسيح.
يلمس السيد المسيح: قم احمل شريرك وامشي، خلاص خفيت، انسى ال 38 سنة، عيش حياة مختلفة، ويترك بركة بيت حزدة ويمشي بعيد ويروح ناحية الهيكل ويلاقي السيد المسيح هناك في الهيكل ويقول له: انت ماشي كويس، ها قد برأت، انت خفيت خلاص، انبسط قوي بكده، لكن خد بالك لا تعود تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. لو انت عايز تتوب ولو انا عايز اتوب توبه حقيقيه، نحتاج ان احنا نتعلم لا تعود تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. كتير مننا بين البنين، شويه في توبه وشويه في خطيه، شويه في توبه وشويه في خطيه، ونفس الخطيه اللي بنتوب عنها نرجع لها مره تانية لاننا حابينها ومبسوطين بيها وبتدينا كرامه وبتدينا منظر كويس قدام الناس وبتخلينا نحس بنفسنا ونحس بذواتنا ونرجع لنفس المشكله مره تانية. ها قد برئت فلا تعود تخطئ ايضا. لما السيد المسيح بيقول للمخلع كده الحقيقة بيعرفنا حقيقتين مهمين قوي. الحقيقة الأولانية إن الراجل المخلع ده كان عنده خطية كانت عاملة له اللخبطة ده في حياته، كانت اللي كان مكومه على بركة بيت حزدة إن هو كان عنده خطية. السيد المسيح ما قلناش عليها لكن كان عارفها السيد المسيح. كان الحقيقة الأولانية اللي بنعرفها إن الخطية بتلخبط العيشة. الخطيه بتخلي حياتك كده انت مش عارف الدنيا فيها هيجان في حياتك وانت مش عارف ليه. والحل للأمر ده هو إن أنا أتوب وإن أنت تتوب. والحاجة التانية اللي بتوضحها الكلمة ده هي بتقول إن اللي مننا بيتهاون بلطف الله بيكون له أشر. عشان كده لو تلاحظوا النهاردة تقرأ راية الكاثوليكون بالإنجليش، لكن لو تلاحظوا كان فيها الآيات المشهورة بتاعت احسبوا أنات ربنا خلاصا، محدش يستهين بأن ربنا طيب وحنين ويرجع تاني الخطيط كل شوية. لا تستهن بغنى لطف الله ومحبته وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. اوعى يكون حد مننا مستسهل الموضوع لئلا يفضل كل شويه يتوب شويه ويعيش في الخطيه شويه فتنتهي حياته من قبل ما يكون تاب توبه حقيقيه. ها قد برئت فلا تعود تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. طب ايه هو الاشر ده يا رب؟ ده في اشر كتير قوي. في اشر اسمه هلاك ابدي، في اشر اسمه قلب قاسي. يجوز الحاجه اللي كان قلبك زمان بيتاثر بيها واللي كان قلبي بيتاثر بيها بنروح نجري بسرعه نتوب ونعترف عليها ما عادتش حتى تاثر فينا، ما عدناش نحس انها اصلا خطيه من كتر ما فضلنا نرجع لها ونروح لها كتير قوي اصبح لنا اشر. عاوز تتوب المخلع بيقول لك النهارده في امل حتى لو 38 سنه، لان الله قادر، لان المسيح قوي وعايز ان هو يخففني وعايز ان هو يشفيك وعايز ان يخلي حياتك حياه مختلفه. بس اللي انا محتاجه وانت محتاج ان احنا يكون عندنا اراده التوبه، اتيتيود بتاع التوبه، ان احنا يكون عندنا توبه مستمره، عايزين ان احنا نتوب، عايزين نبقى مختلفين. ما كفايه ان احنا اتحصرنا على نفسنا 38 سنه، كفايه كده، نحتاج ان احنا نبقى مختلفين، نطلب كده ونعمل لاجل كده. نريد اتريد ان تبرأ كان يحتاج ان هو يكون عنده الاراده ده هي. والحاجة الثالثة علمها لنا المخلع: كفاية لوم للظروف وللناس وللمشاكل اللي حواليك والكندا والمجتمع والصعوبات وغيره إطلاقا، محدش يتلام غيري أو غيرك أنت. لوم نفسك عشان تقدر تشوف الحقيقة، عشان تقدر تقوم وتحمل سريرك وتمشي، تقدر تتحرك في طريق الملكوت. احتاج وتحتاج معايا ان احنا نلوم نفسنا، ونحتاج ايضا قال له لا تعود تخطئ ايضا، تبقى توبتنا جاده ماشيين في الطريق صح والهدف قدام عينينا، عايزين مكان حلو في السماء، عايزين نبقى حضن المسيح، مش عايزين ننشغل بالارض كل شويه اللي طلعنا لقدام نرجع ورا مره تانية. التوبه الحقيقيه تقول مفيش عوده
لحياة الخطية مرة تانية، ولو رجعت أقوم على طول وأقول لا تشمتي بي يا عدوتي إني إن سقطت أقوم لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وللأبد آمين.